بعض الناس هدانا الله إياه خيبر كشدر الله طلع خيدا يدبر سنوالله يضع على باب المنزل أو على السيارة أو على الأولاد أشياء منها يشك استنى ماشينا لرغا بالرغا قيبر نرسلر خيالا عين كوز مثلا أو خرزة زرقاء يكي براكترل زنجر أوب. رأس ثور يكي وقز باشا رأس أسد يكي أرسلان باشا هذا القطعة من الحديدة توضع في رجل الحصان الخيل بو أطلارنن دوغاسن نعل قديمة يكي اللي كيو يكيما هذه إطارات السيارات بو ماشينالارنن إسكي كبشاتلارن بعض الملابس الخرق القماش القديمة أو السوداء بيك إسكي قرا كلمكلار شبركلار الكف قول قيالارنن نعل قديمة اللي كيو وياكيم إسكي أشياء تأخذ من البحر خمس لايا دينجزدان شقان قايبر توشلا أو يكتب بعض الكتابات قايبر سوزدار يازالر لماذا تصنع هذا؟ نيشن من الشليسس قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا حتى تدفع عن بيت العين وعن أولادي وعن سيارتي شنكي الله تعالى شو شنرسلرنا سبب قلغان كستيو دان ترلب زقلقلردان ساقلارشن نقول لا والله الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسباب اللي دفع العين يوك الله بلان أنت تم بنا سببي تب ألمغان سببي تب هذا الشرك أصغر هو كشي شرك بلبترا وإذا قال لا هي بذاتها تدفع الجن والشياطين والعين يوك بو وزي وزي نفسه بلن اندي شوشة بزقلقتان كستيدان ساقلي ديساك جنلردان هم باشقان ارسالردان نقول هذا الشرك اكبر بو زور شرك بلا النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه اولاد لديه بيت لديه دواب تيغمر صلى الله عليه وسلم انا بلاسي باري ايه باري انا يري ترغان لم يضع هذه الاشياء اما لكن برسن دا اخوي ما دا شوشة ارسالردان من يحفظنا كم بزن ساقلي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بزن ساقلي فنحن مثلا نستعمل الرقية الشرعية بس شريعة دينة بس ده وغن اشكروا انه قلنا بس اقلاق مرض انسان يأكل دواء ممكن اگر ده ورطاي كان وطاروشة يشرب عسل ممكن يكي بالشة اما يضع هذه الاشياء هذه ليست باسباب اما لكن شو شنو نرسلر قلنا وبرني سبب تتوغل فلا نعلق شيئا من هذا برنرسل ده علمي بس قلردان